أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات، أكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مقبلة على مشاريع كبرى لتنمية البنية التحتية السياحية. وقال معاليه لدى زيارته التفقدية لمنتجع جميرة خليج البحرين قيد الإنشاء المطل على الساحل الجنوبي الغربي للمملكة على بعد كيلومترات من مشروع بلاج الجزائر، ستعمل المشاريع السياحية الاستراتيجية على ترسيخ منظومة القطاع بمجمله وتقويته، وذلك من خلال سلسلة الفنادق الفخمة ذات الواجهات البحرية القائمة منها وقيد التنفيذ، كونها تتمتع بقدرتها بفضل مؤهلاتها الفريدة المعززة لمفهوم السياحة البيئية على اجتذاب المزيد من الزوار من داخل وخارج المملكة لاستكشاف مكنوناتها وأسرارها الطبيعية الخلابة. ومن بين أحد تلك المشاريع منتجع جميرة خليج البحرين، جاء ذلك لدى تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله اليوم بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وسمو محافظ المحافظة الجنوبية وكبار المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية بزيارة منتجع جميرة خليج البحرين، يرافقه رؤساء تحرير الصحف المحلية الذين أطلعهم على سير العمل وتقدم الإنجاز في هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي. وأشار معالي في كلمة له بهذه المناسبة خلال الزيارة إلى أن افتتاح منتجع جميرة خليج البحرين العام المقبل سيعزز من فرص إسهام القطاع السياحي بفعاليات لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع السياحة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وليواصل هذا القطاع دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ونوه معالي لأنه بافتتاح منتجع جميرة خليج البحرين العام المقبل، علاوة على الإعلان هذا اليوم عن إعادة افتتاح ساحل بلاج الجزائر الذي سيشهد بحلول العام 2024 تشغيل فندقين مطلين على واجهته البحرية ويقعان مباشرة على شارعه الرئيسي، ناهيك عن المرافق الترفيهية والرياضية القائمة والمحيطة بهذه المنطقة، فضلا عما ستشهده جزر حوار في عام 2023 من افتتاح لفندقها المرتقب. فإن معالم خارطة السياحة لمملكة البحرين عموما والمحافظة الجنوبية على وجه الخصوص ستتغير نحو الأفضل بوجود هذه المشاريع النوعية. وأشاد معالي بالجهود التي تقف وراء كل إنجاز يهدف لإعلاء راية الوطن والحفاظ على منجزاته والمساهمة في تحقيق نموه وازدهاره، مثنيا في هذا الصدد على دور شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين المتمثل في إدارتها المتميزة لمحفظة مشاريعها الاستراتيجية والتي يندرج منتجع جميرة خليج البحرين من ضمنها. هذا وأثنى معاليه على دور جميع الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة على تعاونها وتنسيقها الملحوظ من أجل تزويد منطقة الساحل الجنوبي الغربي لمملكة البحرين بما تحتاجه من خدمات وأعمال البنية التحتية، وبخاصة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي نفذت شارع جنوب البحرين الدائري، وهيئة الكهرباء والماء التي دشنت محطة نقل الكهرباء الرئيسية وخط المياه الرئيسي بهدف تلبية كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية للنمو العمراني لهذه المنطقة الواعدة. ويتبع منتجع جميرة خليج البحرين ذو الخمس نجوم شركة منتجع الساحل التي تعود ملكيتها إلى شركة إدامة بنسبة تقدر بحوالي 68% وشركة سمد بي الإماراتية بحوالي 32%. من جانبه ثمن سعادة السيد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة الدعم اللامحدود الذي تلقاه الشركة والمتابعة المستمرة من قبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة. وخلال الزيارة قدم سعادة السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة إدامة عرضا أشار فيه إلى أن نسبة إنجاز مشروع منتجع جميرة خليج البحرين بلغت حتى اليوم حوالي 82%.